صراحة أنه هذا اليوم هو يوم خاص، يوم فيه أكثر من معنى. أولا هو يوم وطني للمسرح، يوم الاحتفال بالمسرح بمدينة الدار البيضاء، ولكن بالمغرب ككل، ولكن خصوصا بمسرح بنمسيك. أصبح قبلة لكل الفنانين، وأصبح أيضا كأساس ودعامة للمسرح المغربي. ثانيا أن هذا اليوم سيتم تكريم الفنانة نعيمة بوحمالة، تكريم خاص لاسم له وزنه داخل المجتمع المغربي، ولكن خصوصا في الإبداع المسرحي المغربي على مستوى التلفزيون، على مستوى السينما، ولكن في المسرح أيقونة ممثلة كبيرة لها قيمتها، لها أهميتها، ولها قدرتها أيضا على تقمص أضواء، طبعت أجيالا كبيرة جدا من الجماهير، واستطاعت أن تترك بصمة قوية في المحافل الوطنية، في المسارح، وأصبحت كمعلمة من معالم يمكن أن يؤخذ بها، وبالتالي فهو تكريم مستحق. أيضا هذا اليوم ويوم أيضا للاحتفال بكتاب مهم جدا لأيقونة المسرح المغربي، السيدة المرحومة ثريا جبران، باعتبار أن هذه السيدة أيضا استطاعت أن تكون إرثا فنيا وإبداعيا لعدد كبير من الأسماء في عالم المسرح. ثريا فهي الثريا التي استطاعت أن تخلق لنفسها ولجيلها فضاء كبير، فضاء ذو معالم بإضاءة قوية مسرحية إبداعية، رحمها الله، فهي أساس لنهضة مسرحية كبيرة جدا. أيضا هذا اليوم سنحتفل أيضا بمسرح الحي، ومسرح الحي الذي كان ولا يزال يعطي ويقدم الشيء الكثير للمسرح المغربي بكل معالمه، إلى عاجل، حسن فلان، والأسماء كثيرة، لكن هناك جيل جديد أيضا، هناك مريم الزعيمي، هناك مونيا المجمل، هناك حسن، هناك أيضا أمين ناسور كمخرج لهذا العمل، وهناك أسماء شابة تدخل هذه العوالم وتؤتتها، وبالتالي نحن الآن في محفل، في حفل، في صيرورة مسرحية وإبداعية في يومنا الوطني للمسرح. هنيئا لنا جميعا بهذا اليوم، هنيئا لنا أيضا بهذا الاحتفال. أعتقد بأن هذا الاحتفال سيكون صيرورة لاحتفالات ستأتي فيما بعد، ونتمنى أن تبقى دائما أيامنا ومسارحنا وفنانونا بخير، فكل يوم وطني، والمغرب بخير، والمسرح بخير، وكل من حب المسرح وعشق المسرح فليذهب إلى المسرح ليشاهد المسرح. حتى كنت واجد اليوم في مسرح بنمسيك احتفالا باليوم الوطني للمسرح، فشكرا لوزارة الشباب والثقافة والتواصل على هذه البادرة اللي كتجمع واحد اللمة كبيرة من الفنانين ومن المثقفين، واليوم أنا جد مسرور اللي غنحضر التكريم ديال الفنانة ديالنا والأستاذة والمدرسة الكبيرة نعيمة بوحمالة، فكنقول لها هنيئا لك بالتكريم وتستحقين، فهذا التكريم ماشي غير ديالك، ديال الفنانين المغاربة كاملين. نتمنى لك الصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. كذلك اليوم كاين بمناسبة اليوم الوطني للمسرح مسرحية سدينا لفرقة مسرح الحي، كنقول لهم هنيئا بالعمل الجديد، فهذا هو العرض الثاني بعد العرض الأول لمسرح محمد الخامس. التوفيق والنجاح إن شاء الله لهم وجميع الفنانين المغاربة، ومشكورين المديرية الجهوية جهة الدار البيضاء أصطات الثقافة كذلك على الدعم ديالها المتواصل، لأن معنا فنانة ومديرة أخت حفيظة خويي، فكنتمنى التوفيق والنجاح لجميع المثقفين والفنانين والمبدعين في هذا اليوم الكبير هذا، اليوم الوطني للمسرح، وهنيئا للمغاربة والفنانين بهذا اليوم هذا، فمسيرة موفقة للجميع، ونتمنى الفنانين اللي مرادين الله يجيب لهم الشفاء العاجل إن شاء الله. وحنا الحمد لله يعني كفنانين مغاربة فرحانين بهذا اليوم هذا، وفرحانين
بالضبط في العاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء باش تشوفوا هذا العرض هذا وهذا اليوم العالمي اليوم الوطني للمسرح ماشي غير في الدار البيضاء هو في المغرب كامل فبالتوفيق والنجاح والاستمراريه ان شاء الله فشكرا شكرا شكرا للجميع. مبادرة جميلة جدا قامت بها المديرية الجهوية للثقافة بجهة الدار البيضاء سطات انها كتحتفي ككل مرة باليوم الوطني للمسرح اللي كيصادف 14 ماي من كل سنة وهذه الدورة اخترت انه يكون عرض افتتاح لهذه الايام الاحتفالية بهذه الذكرى اللي اكيد الفضل فيها بعد الله سبحانه وتعالى كيرجع للمرحوم حسن ثاني للخطاب الشهير والاهتمام بالفنانين المسرحيين بالمغرب والمسرح ايضا اللي كان في 14 ماي اختير هذا اليوم للاحتفال به كيوم وطني. الحمد لله انا ثلاث يعني الاحتفالات واليوم وصلنا لواحد مجموعه ديال الاستحقاقات وقعت الانجازات على مستوى وزارة الثقافة بتوالي المسؤولين عليها. اليوم كما قلت أنا المديرية الجهوية لدار البيضاء سطات اخترت الاحتفال بهذا اليوم اللي فيه من 14 حتى 25 بمسرح بالمسيك افتتاحها يكون بمسرحية سدينا لمسرح الحي بعد رجوعهم المعروف لكل الإعلاميين وبعض المواطنين أنه الأستاذين حسن فلان وعبد الإله عاجل رجعوا للالتقاء مرة أخرى من أجل إحياء التجربة اللي كانت رائدة اللي هي مسرح الحي والآن مع يعني واحد جيل آخر مضاف إليهم كان تكريم اللي هو يعني التكريم ديال الأستاذة نعيمة بحمالة الاسم الهرم اللي أكيد له تجارب كثيرة جدا ودخل قلوب المغاربة من خلال كثير من الاعمال ديالها لا المسرحيه ولا التلفزيون ولا السينمائيه وشرف الحضور بهذا اليوم الاحتفالي السيد عامل صاحب الجلاله على بنمسيك فشكرا لكل من مد يد المساعده للاحتفال بهذا اليوم وتسليط الضوء على المسرح والمسرحيين في هذا اليوم الوطني.